مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتكلم عن تنظيف وتبييض الأسنان. تنظيف الأسنان طبعا هو مو بس بفرشة الأسنان والمضمضة وخيط الأسنان، هاي كلها مهمة طبعا، بس احنا ننصح دائما انه تراجعون دكتور الأسنان على الأقل كل 6 أشهر، لأنه اكو بعض التكلسات وبعض الأشياء تكون ما بين الأسنان انت ما تقدر تنظفها بالبيت، لأنه دكتور الأسنان تكون عنده مواد وتكون عنده أدوات أحسن طبعاً، وتساعد أيضاً على وقاية من أمراض أخرى. أما تبييض الأسنان، فتبييض الأسنان صاير مودة جديدة طبعاً، فشي مضر. هو مو دائماً ننصح إحنا بتبييض الأسنان، تبييض الأسنان لأنه يأثر على الطبقة اللي هي الطبقة اللي وراء طبقة المينا اللي هي طبقة العاج. مواد تبييض الأسنان كلها مواد كيميائية تسوي حساسية على الأسنان، ومو كل واحد أصلا يقدر يبيض أسنونه. لازم أنت ما تدخن، لازم ما تستخدم شاي وقهوة، أي أشياء تلون الأسنان لازم تبتعد عنها. أنواع تبييض الأسنان، عندنا تبييض منزلي وعندنا تبييض في العيادة عن طريق الليزر. التبييض المنزلي يكون لازم أنت تسوي بلاك عند دكتور الأسنان وتشتري المواد من الصيدلية وتلبس هذا البلاك باليوم 20 دقيقة وتنزع، لأنه إذا ظل لابسه راح يأثر بشكل سلبي على لون الأسنان. وطبعا التبييض المنزلي ما ينطي نتيجة رائعة مثل التبييض اللي يسوي لك يا دكتور الأسنان، لأنه تبييض الأسنان في العيادة راح ينطيك نتائج أفضل بكثير، لأنه استخدام الليزر عن طريق إشعاعات، هاي الإشعاعات راح تخلي هاي المواد تدخل إلى طبقات أخرى وتحول لون السن من أصفر إلى أبيض. طبعا التبييض بالليزر طبعا صعب جدا، لأنه راح يؤدي إلى حساسية في اللثة وحساسية في الأسنان أيضا. لذلك احنا ننصح اللي يريدون يبيضون ومصرين انه يبيضون اسنانهم يروحون عند دكتور الاسنان، وتحت اشراف دكتور الاسنان افضل بكثير من التبييض المنزلي. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونراكم في الحلقات القادمة ان شاء الله.